حافظ على اخواته الرهبان. ابانا الذي في السماوات، حافظ على ولادك برا الدير. ابانا الذي في السماوات. أغاب يا ابونا. أغاب يا ابونا بخوم. زي قدسك. نشكر الله. قدسك ما شفتش ابونا رئيس الدير؟ أنا لسه جاي من عنده دلوقتي، هو في القلاية بتاعته. متشكر يا ابونا. طب عن إذن قدسك عشان عايزه في موضوع مهم. اتفضل يا ابونا. سلام يا ابونا. سلام يا ابونا. سلام. مين؟ غبي يا ابي. غبي يا ابي. غبي يا ابونا بخوم، اتفضل. غبي يا ابو. اتفضل. انا جيت عطلت قصتك؟ لا ابدا، ولا عطلتني ولا حاجه، انا تحت امرك في اي وقت، اتفضل. عموما يا ابونا انا مش هقطع قصة كتير، هخش في الموضوع من غير مقدمات. خير يا ابونا بخوه. في الاول يا ابويا انا عليا اعتاب محبة على قصة. خير يا ابونا. الرهب الجديد يا ابويا قصة حنة. الرهب حنة؟ ماله؟ ده انسان قلبه طيب ومليان محبة وايمان. هو بالظبط كده يا ابونا، ما اختلفناش. بس ازاي يا ابويا يلبس لبس الرهبانه هو لا بيعرف يقرا ولا يكتب؟ جاهل. لا في يوم من الايام هيعرف يقرا الكتاب المقدس او يحفظ مزامير او كسبها. مش عارف يا ابونا الموضوع ده ازاي يا ابني؟ انت جبت الكلام ده منين؟ سامحني يا ابويا انا اتاكدت بنفسي. افهم. انا هحكي لك. انا امبارح بالليل واحنا بنصلي التصبيحه في الكنيسه شدني منظره ليه؟ كان بيصلي منتهى الروحانيه والورع والمحبه. كنت حاسس انه واقف في السماء، لكن بعد شوية لقيت حركات شفايفه مش ماشية مع اللحن. أنا استغربت جدا يا ابونا، فقلت أروح أقف جنبه عشان أعرف هو فعلا حافظ ولا لا. ولما رحت كانت المفاجأة. تصور قدسك ما هوش حافظ غير كلمة أبانا الذي بس طول الصلاة بيقولها ويكررها بس. معقولة؟
وانا كان لازم انا اقول له واتساب. واتساب برضه رئيس الدير ولازم تبقى عارف كل حاجه بتجرى فيه. سامحني يا ابونا، الموضوع ده ممكن يعمل بلبله كده في الدير وفتنه. طيب يا ابونا بخوم، سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف فيه. اللي تشوف قدسك يا ابونا. هستأذن انا يا ابونا، اشكر نفسك. اتفضل يا ابونا. سلام يا سلام. سلام يا سلام يا بعدين الراهب حنا انا بحبه، إنسان بسيط وقلبه مليان محبة وإيمان، صعب إن نطرده. وكمان ما أقدرش أسيبه، قوانين الدير بتقول إنه لازم يكون حافظ أجزاء من الكتاب المقدس ومن المزامير. لو سبته بقيت الرهبان يمكن يكسروا عن قراءة الكتاب المقدس وحفظ المزامير. طب أعمل إيه يا رب؟ ارشدني يا رب، ارشدني ارشدني. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي. ما تعرفش يا ابني الراهب حنا فين؟ قاعد هناك ابويا. طيب متشكر. سلام. سلام يا ابني. تعال يا ابني، انا عايزك في موضوع مهم. تحت امرك يا ابي. انت يا ابني حافظ المزامير؟ عايز اعرف انت حافظ كم مزمور بس. لا ارجوك جاوبني. سامحني يا ابويا، يعني انا بقول اللي انا حافظه. ايوه بس انا لازم اعرف. لازم يعني؟ لازم يا ابني، قوانين الدير بتقول كده. لازم الراهب يكون حافظ اجزاء من الكتاب المقدس والمزامير والتسبيحه. مش بالحفظ يا ابويا، انا حافظ اللي انا قدرت عليه. بس أنا لازم أعرف، لأن بصراحة إن ما كنتش حافظ مزامير هضطر أطلب منك إنك تسيب الدير. أسيب الدير؟ أنت عارف أنا بحبك قد إيه، بس مضطر أعمل كده غصب عني وإلا تحصل بلبلة في الدير. خلاص يا أبويا، أنا ما يرضينيش يحصل اللي قدسك قلت عليه. أنا ماشي. سلام يا أبويا. بس سامحني يا أبويا، أنا اتعلقت بقليت قوي، ممكن أخدها معايا. إيه؟ ده كلام إيه ده يا أبويا؟ أنا تعلقت بيها خالص يا أبويا، من فضلك اديها لي. اديها لك؟ اديها لك ازاي؟ أخدها معايا وأنا ماشي. تاخدها ازاي يا ابني؟ ده كلام برضو. عشان خاطري يا أبويا، عشان خاطري ست العضة. طب خلاص، عشان خاطري المسيح. خلاص خلاص خلاص، خدها لو تقدر. شكرا يا أبويا. خدها لو تقدر. شكرا، أخدها. اخذ البيت، اخذ البيت، اخذ البيت، اخذ البيت معايا، اخذ البيت معايا. ابويا قال لي اخذ المبروكه، اخذ الالهيه. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا يسوع، اخذ الالهيه، اخذ الهدايا، اخذ هدايتي. انا عايز حبل 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 حبل. الحبل.
خدش معايا، خد الأسايا. ايه هو في ايه؟ بيقولوا الراهب حنا هيسيب الدين. معقول هيمشي بجد؟ معقول؟ ازاي؟ ليه بس؟ هاخد هاخد حبيبتي معايا، هاخد حبيبتي معايا، هاخد حبيبتي معايا. في ايه؟ بيقولوا لنا ابونا حنا ماشي. ماشي ماشي، رايح فين ده؟ ما اعرفش، انت زعلت في حاجه؟ ولا زعلت؟ لازم كنت اللي زعلت. انا ابونا ما زعلتوش. انا ما اعرفش، رايح فين ده؟ انا عايز اعرف. فين؟ ولا حد عمل حاجه. انت ما لقيتوش ولا اعرف؟ وانت؟ لا يا جماعه، لا ولا هو اللي هياخد بلايته وهو ماشي. يا ابونا يا ابونا، هو ايه اللي بيحصل؟ عجبك يا سيدنا التصرفات دي؟ مش عارف انا ايه اللي بيعمله ده. يلا يا مبروك، يلا يا مبروك، هاخدك معايا يا مبروك، هاخدك معايا يا مبروك. صلوا معايا. يلا يا مبروك، يلا يا مبروك، يلا يا مبروك. قبل القدوس لا بتتحرك، اسم الصليب قبل القدوس القدوس لا بتتحرك، مسجد اسم القدوس قدوس لا بتتحرك. سلام يا ابونا. سلام يا حبيبي. ازيك يا ابونا؟ احنا بندور على ابونا حنا الزمار اللي نقل قليته. قدسك ما تعرفش هو فين؟ احنا كنا عايزين ناخد بركته. هو برضو ابونا حنا هو اللي نقل القلاية؟ لا يا حبيبي، اللي نقل القلاية إيمان. دوروا على إيمانكم، دوروا على إيمانكم، تدوروا على إيمانكم. اهلا بيكم مشاهدينا الاحباء، وعوده مره تانية لاستوديو وصايا وحكايه، وبنتمنى تكون الحكايه اللي شفناها نالت